جمعية وطنية لها أذرع كتيرة عشان تقدر توصل لحياة كريمة لكل يتيم. طبعا بنقول يتيم قصدنا الأطفال خارج الرعاية الوالدية، فممكن يكون يتيم في أسرة، يتيم في مؤسسة، أو يتيم في دار أيتام. من أهم الحاجات اللي بنعملها التوعية وكسب التأييد، الناس لازم تعرف إيه القضية وإيه التحديات بتاعتهم، فده جزء مهم عندنا. طبعا الجزء المهم الكبير بتاع التدريبات اللي هو مركز أمان. الجزء الثالث هو التطوير المؤسسي، وإن احنا ناخد دار كلها على بعض ونعملها تنمية وتطوير. الجزء الرابع العلاقة بيننا والتوعية للسي اس ار في الشركات، عشان الشركات اما تساعد دور الايتام تساعدهم بعلم وايه الاحتياجات وبس. طيب من اهم الحاجات عندنا في جمعية وطنية هو نشر العلم. طيب في ناس كتيرة بيبقوا عايزين يتعلموا لكن قدرتهم المادية ما تسمحش، فاحنا من اهم الحاجات عندنا في منح تعليمية بتجيلنا من خلال رجال الأعمال، وبالتالي بنقدر نغطي شغف كل إنسان عايز يتعلم عشان يفيد في منظومة رعاية الأطفال. الحفل النهاردة حفل تخرج المتدربين في جمعية وطنية. الحفل ده بالنسبة لنا عيد العلم، لأن احنا مؤمنين إن الأيتام يعني الحل الوحيد عشان ينشأوا ويبقوا شباب أسوياء، يتجوزوا ويخلفوا ويعملوا أسرة ويعيشوا حياة سعيدة فيها سكينة وأمان. عشان كده النهاردة الشعار بتاعنا الأمان. الأمان مش هيجي من غير العلم والتعلم المستمر. طب علم مين؟ علم القائمين على رعاية الولاد، علم الوزارة اللي بتتابع دور الأيتام، علم المؤسسين، علم الشباب الأيتام، لازم نساعدهم بالعلم، والمجتمع والمتطوعين برضو بالعلم. فهي وطنية النهاردة يوم العلم اللي بيدور إن الأمان بتاع الأطفال والشباب مش هيجي من غير العلم. فكانت طبعا احنا كنا سعداء جدا، لان سنة عن سنة احنا ابتدينا من 10 سنين جمعية وطنية، وسنة عن سنة بيكتر عدد الخريجين، وسنة عن سنة الايمان بالعلم بيزيد، فاصبح الناس هي اللي بتدور عليه.